وما تخافش على الأهلي طول ما المحددات الثلاثة موجودين وفعالين، تاريخ، مبادئ، تطوير. ده المحددات اللي أشار إليها الدكتور سعد شلبي في مداخلته معنا، واللي فكرتنا الحقيقة في ثنايا هذه الحلقة بهذا التناغم الرائع جدا في العمل بين ما ينجزه مجلس إدارة النادي الأهلي إنشائيا حتى مع توجهات وفكر، بل وإيقاع الدولة، لأنه أعتقد إيقاع الدولة المصرية في البناء والتعمير إيقاع غير مسبوق ومضرب المثل لمجتمعات كتيرة جدا. معظم الدول دلوقتي بتتكلم اللي بيحصل في مصر ده بالسرعة، حتى في العراق بالسرعة الشديدة قوي. ده إيقاع العمل وإنجازه على هذا النحو من السرعة والدقة والكفاءة بقى خلطة مصرية. النادي الأهلي بيستمد منها نفس النهج في إنجاز كل هذه المشروعات في فترة قصيرة جدا من عمر مجلس الإدارة الحالي. وما من مناسبة الأهلي يحتفل بيها بعمل إنشائي كبير إلا ويرجع الفضل لأصحابه، وده فكرة العمل المشترك والتفاعل مع القيادات المسؤولة. نفكركم بكلمة الكابتن محمود الخطيب عند وضع حجر أساس مشروع استاد الأهلي. بلدنا مصر بتمر بتحديات كثيرة جدا، فكل التقدير والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة لحرصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمة وبقوة. كمان عايز اشكر وزارة الانتاج الحربي للمنشأ العظيم اللي احنا فيه النهاردة واللي احنا شايفينه، ويمكن ده كمان يخليني اتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار رحمة الله عليه. كمان لما اتكلم على وزارة الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي، الحقيقة عامل زي النحلة اللي ما بتهداش. وزارة الشباب والرياضة الداعمة لكل الأندية الرياضية، الداعمة لكل الرياضيين وكمان كل الشباب ومراكز الشباب، اعتقد عندهم حمل كبير، لكن ان شاء الله هم ماشيين في السكه الصح والطريق السليم، وباذن الله الامور تبقى افضل في اللي جاي، افضل باذن الله. كلام ودانه النادي الاهلي جزء من نسيج هذا الوطن، يتناغم مع مسؤوليه فيما يحقق الصالح العام، كل في مجاله، المره دي في الرياضه من خلال النادي الاهلي. ما سابش مسؤول ما نسبلوش الفضل. هو ده يعني الكلام اللي مضايق البعض ويحاول يلقح كلام عن النادي الاهلي. هم بيشوفوا ايه غير الحاجات اللي احنا بنشوفها؟ يعني الذين يضعون السلبيات ويختلقون السلبيات عن النادي الاهلي ومسؤولون يتحدثون عن اهلي اخر. هم مش عايشين في البلد يعني، ومش شايفين الاهلي بيعمل ايه وبيطور ايه، ولا شافوا لما انت ركبت الكاريتا ولفيت في الاقصر؟ لا، ما هو انت دي كانت رساله النادي الاهلي اللي وصل بيها لاقصى الجنوب، واللي اتكلم عنها برضه الكابتن خطيب. وزي ما هي عاده النادي الاهلي دايما ان يعني يكون الرائد والسباق وصاحب رساله، صاحب رسالة وطنية، وده دوره على مدار التاريخ أن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها بلدنا الحبيبة في كل المجالات بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه مؤسسات الوطن لوضع مصر في المكانة التي تستحقها. احنا سعداء جدا جدا بوجودنا النهاردة على أرض جنوب مصر لنساهم في رعاية النشأ والتواصل الاجتماعي والثقافي وفتح آفاق جديدة للشباب، ويمكن ده الدور الكبير اللي دكتور أشرف صبحي مهتم بيه جدا جدا. يعني احنا كنا شرفنا بان احنا نروح نغطي هذا الحدث من خلال هذا البرنامج، وتجولنا على رجلينا، تجولنا على رأيك بالكاريتا، وشفنا مدى اللهفة والترقب والفرحة والاندفاع والإقبال على
ان الناس تبقى يعني اعضاء في هذا الفرع المهم جدا. وشفنا الكلمه بتاعت الكابتن الخطيب اللي على طول ما من مره الا لما يقول انا بنتهز الفرصه وبنتهز الالهام اللي باخده من قيادات هذا البلد اللي عايز يشتغل ويحب مصر يمد ايده واحنا معاه. بالظبط. فيهرع النادي الاهلي ويسارع انه يمد ايده حتى في الاقصر. ويعني اعتقد أنا شوف النهارده بيدب في الحياه هذا تربيه النشء والاطفال عمل ايه في المجتمع اللي حواليه. شوف تغيير نمط، شوف الشياكه، شوف المكان، شوف السعاده، شوف الناس دي هتطلع وجواها قيم شكلها ايه. وبكره باذن الله يقدم لنا ابطال هذا الفرع طبعا لمصر وللنادي الاهلي. وعايز اقول لك انه من الاسبوع اللي فات كان الكابتن شطه والكابتن اكرامي والكابتن محمود صالح والكابتن فوزي سكوتي وفد الاهلي كان في الصعيد، راح اسيوط وعمل ندوه مع الدكتور طارق عبد العزيز مدير اكاديميه الاهلي في اسيوط، ثم راحوا سوهاج عن دور الاهلي في خدمه الرياضه في الصعيد. شوف حجم الاقبال اللي حصل بعد هذه الزياره على فروع الاكاديميه سواء في اسيوط في ملاعب الجامعه او في سوهاج. الدكتور طارق عبد العزيز بيقول بمجرد ما نجوم الاهلي يجوا الناس كلها متلهفه طبيعي تيجي للاهلي طبيعي. وده دور النادي الاهلي ولا تفضل بيه على احد. بالظبط. اصل قيمتك من تاثيرك في مجتمعك. ايوه. والتاثير الايجابي مش التاثير السلبي. صحيح. قيمتك يعني اذا الناس يا استاذ ابراهيم اذا الناس ما طلبتش منك طلبات يبقى انت تسوى حاجه؟ لا. اللي يجي يقول لك والنبي يا استاذ ابراهيم يا ريت تقدر. حلو قوي. ويا ريت تقدر ويا ريت اقدر. هو بس بنكبر. طب فكرني بعد الفصل اطلب منك طلب. يا ريت اقدر اعمل للناس بس خلاص يا جماعه كل حاجه. انا كنت في فتره من فترات عمري ما اقول لحد مش قادر، لكن والله هي كده دلوقتي. طيب لكن في اخر افتتاحيات النادي الاهلي في افتتاح حتى جراج مدينه نصر اللي بيساهم بيه بحل مشكله المرور في منطقه مهمه جدا شرق القاهره، ايضا كان الكابتن الخطيب ممتنا لجهود الدوله. في البداية برحب بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي والسيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لحضورهم وتشريفهم، وبرحب بكل السادة الحضور. ليه الواحد سعيد باللحظة دي؟ لأن على مدار أكتر من 20 سنة إحنا بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حضرتك شايفينه. الصرح دوت أعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا والإنتاج الفعال بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انتوا ما تستغلوش المكان ده في هذا يعني في تسهيل للأعضاء، قلنا له ده الأمر اللي احنا كنا نفسنا فيه من 20 سنة فاتوا. فكان هناك توجيهات فورية ان احنا نبتدي فورا في السور دوت، السور كان آخر سور موجود مع المنطقة دي كلها. مرة تانية بشكركم جدا، بشكر الأستاذ الحضور، وعلى بركة الله إن شاء الله ننتهي من النهاردة استخدام جراج النادي الأهلي بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل الأستاذ الحضور، شكرا سيادة الوزير، شكرا لكم. يا أستاذ إبراهيم رأيناه يتحدث ويضع حجر الأساس في الشيخ زايد بتاع الأستاذ الأهلي، ثم يربط هذا الحدث برضه بشكر للمسؤولين عن الدولة وإشارة كده لما حدث في السادي الاهلي المؤقت في السلام في السلام، ثم الاقصر، ثم يعني مدينه نصر الجراج، غير التطوير المنشات اللي افتتحها قبل كده. وفي كل مره تاكيد. بس يا اخي حاجه غريبه قوي. الراضيين ما ينفعوش يديروا الانديه. انت بتفتكر كلام ابراهيم عيسى؟ مش معقوله. يعني انت في حته ثانيه. ده على مستوى الانشاءات بس. طبعا في الرياضة احنا بنتكلم ان احنا زعلانين اللي خسرنا الدوري. الاستاذ عمرو اديب بيقول لك هو انت اما تكسب 5 سنين وانا اكسب سنة بس. الرياضي يعني في الرياضة انت فاشل، خسرت الدوري وكسبت 6 بطولات تانية. في الانشاءات لا لا لا، يعني ايه هو في الحجر في الطوب. طب في حاجة تانية ممكن. طيب عشان الكلام، الجملة دي لوحدها كانت جملة كاشفة الحقيقة، اترمت كده بين السطور لهدف ما. يعني ما الرياضة ما ينفعش تتساب للرياضيين. طب تروح تتساب لمين يا بإذن الله؟ لمين؟ وبعدين أنا عايز أعرف حاجة، هي تقييم، هي أكل ولا بحلقة؟
انت بترجعنا. ايوه هو اكل ولا محلقه؟ هو كلام بجد وانجاز ولا ادعاء؟ لو هنتكلم على ما حققه، يعني شفنا العلاقه والتناغم بين الاهلي وهيئات الدوله ومؤسساتها المختلفه، وامتنان النادي الاهلي وقياداته بكل ما يقدم للنادي الاهلي من دعم ومسانده لانجاز مشروعاته اللي هي في الاصل بشكل مباشر لخدمه الشعب المصري والرياضيين. لكن هو مجلس اداره النادي الاهلي في الاربع سنين التي لم تكتمل بعد عمل ايه؟ عشان نشوف هي الرياضه ينفع تتساب للرياضيين ولا تروح لمين بالظبط؟ هذا المجلس يا جماعه قبل ان يكمل دورته حقق على الارض انجازات غير مسبوقه في اي ناد اخر. ما تم انجازه من مشروعات للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر في خلال دوره عمل المجلس ما فعله النادي الاهلي لم يفعله اي نادي اخر. وكله يراجع نفسه. برغم ضخامه الاجنده الرياضيه وبرغم كثافه عدد الاعضاء والخدمات المطلوب من النادي ادائها. لكن لو اتكلمنا على الانشاءات نتكلم على الميزانيات. مجلس اداره النادي الاهلي الحالي عشان كلمه الرياضه ما تتسابش للرياضيين ما تعديش كده، ما تترميش بين السطور وتعدي، لانه وراها شيء تاني ربما تاتي مناسبته لاحقا. لكن على ذكر ما انجزه هذا المجلس، مجلس اداره النادي الاهلي الحالي تسلم الميزانيه من المجلس السابق بعد ما كان المجلس السابق اخر ميزانيه عنده في 30/6/2017 كانت كام؟ خليكم فاكرين 829 مليون. اخر ميزانيه لمجلس اداره النادي الاهلي السابق قبل مجيء المجلس الحالي. اول ميزانيه للمجلس الحالي في 30/6/2018 بقت كام؟ كانت 829 مليون، بقت 1,294 مليون، حوالي نص مليون، 500 مليون زياده يعني. طيب اكتر بشوي. تاني ميزانيه للمجلس الحالي في 30/6/2019 كانت 1,200 مليار وربع، بقت كام؟ 2,066 مليون جنيه. نقله مفزعه. بصوا الرقم عامل ازاي؟ 2 مليار و66 مليون. ثم ميزانية 30/6/2020 كام؟ 2,270 مليون جنيه. شايفين حجم الميزانية؟ حلو قوي. اه. دي الميزانية. طب لو أنت قيمت الأصول وقيمتها واتضاعفت كم مرة؟ برضه هتشوف رقم مرعب، يعني أنت بتعمل إنشاءات، أنت بتزود الفلوس، أنت بتجيب بطولات، أنت بتطور منشآت قائمة، أنت بتعمل منشآت جديدة، أنت مش سايب حاجة ما بتفكرش فيها وبتتحرك فيها. لكن القول في نفس الحلقة اللي أنت بتضرب فيها في ثوابت الأهلي وشعار الأهلي فوق الجميع برضو بتلقح ما تتسابش للرياضيين. صدفة ولا منهج؟ عشان اللي بيدافع ويقول لك حرية رأي، حرية رأي انك تتحامل وتتجاهل الحقائق وتضرب الثوابت، ولا لازم بقى نقعد نناقش النوايا الكلام واهدافه؟ طبعا. لان انت لما تجد ان كل قيادات النادي الاهلي عبر تاريخه بتتكلم على القيمه ومبادئ النادي الاهلي ما عدا فتره واحده اللي ابتدى يتساءل يعني ايه مبادئ الاهلي من خلال قيادته في المؤتمر الشهير، ويقول لك انا اعرف ان القيم الحق والجمال وشغل افلاطون اللي كان بيغششوله اللي بيهاجم النادي الاهلي وقيمه. ولما قلنا الاختراق ومش الاختراق استاذ ابراهيم صحيح، النهارده احنا عايشين ايه؟ عايشين هذا الكلام، تداعيات الاختراق.